ايه، ف ما انه استاذ جمال سليمان كان استاذي بالسنه الاولى بالمعهد، كانوا عم يحضروا لمسلسل اسمه ربيع قرطبه اللي هو كتابه الكاتب العبقري وليد سيف. كان استاذ حاتم علي عم بيخرج طلاب السنه الرابعه، وكان عندنا الامتحان النهائي بالسنه الثانيه، سوري الامتحان النصفي بالسنه الثانيه. ف اجا وحضر الامتحان، ويبدو انه ضليت معلقة براسه لما شاف الامتحان، لانه لما كانوا عم يحكوا انه لمين بدنا نعطي شخصية صبح البشكنشية اللي هو كان دور البطولة الرئيسية بالعمل النسائية، طبعا لانه كان في ابطال تانيين بس رجال، فاستاذ جمال سليمان اقترح اسمي، قال له في نسرين طافش، قال له مين نسرين طافش؟ ما بعرفه، ما كان بيعرف اسمي. قال له student، قال له كانت طالبتي، فانه اوكي بنشوفها. فلما شافني عرفني انه انا اللي شافني بالامتحان، فلي انت اللي شفتك بالامتحان النصفي كذا، وحكى لي انه الدور هو دور السلطان الصبح. طبعا انا رايحه حاطه ببالي اقول على الاغلب رح يعطوني 35 نشاط، او خي اذا بيكونوا 50 يعني الحظ العظيم. يوم بيقول لي دور البطولة النسائية، يعني بدأت حياتك ببطلة تتالت الأعمال. ليه ما عملت عملت من بعده رجال تحت الطربوش، عملت التغريبة الفلسطينية، عملت مسلسل الانتظار، عملت جلسات نسائية، أهل الغرام، شو بنات العين، بنات العين آخر شيء. زعلانة منه؟ ليه مش راضي على بنات العين؟ زعلانة شيء؟ كنت زعلانة قريب لهون، كنت زعلانة بس زعلانة شيء. ما كنت راضي على شيء طلعت معنا، كنت الأول. لا لا ولا هيك بس بنات العين مع شربت شيء. واعترضت على الميك اب. ايه قالوا انه اعترضت على الميك اب. قولي الحقيقه لانه كتبناها. بتعرفي تبع كيف في ناس بحبوا، ما بدي اقول لك يصطادوا بالماء العكر، بس بياخذوا جزء من كلامك وبيحكوه بطريقه ثانيه. يعني انا فيني اقول لك انه كثير حلو فستانك الاسود، يعني كثير حلو فستانك الاسود، يعني اوكي لازم نخبرها شو قلت لها. اكيد قريتي. ف طبعا استاذ اياد شهاب حي ويرزق بيشهد على هذا الكلام. قبل ما ينعرض المسلسل انا كنت حابه اطمن على الشكل اللي طالع فيه العمل، مو من باب الفضول، من باب بس الاطمئنان، حرص، حاب تماما حرص. ف بيقول لي اياد، بدي اقول لي تليفون، بيقول لي نسرين اذا حابه بكره تنزلي تشوفي مشاهد الصوره طالعه كثير حلوه، وانزلي شوفي الالوان وشوفي شو عم نعمل. قلت له ايه اوكي. نزلت على جزيره المونتاج وشفت شو عم يعملوا، قام ورجاني شغله، قال لي شوفي كيف كانت الالوان، شوفي شو عاملين بالالوان، ليك القصص كيف بعدين بتتغير. غيروا الالوان بالمونتاج، عطوا حراره للالوان. اوكي، هذا الشيء ما له غلط يعني أبداً. أبداً ما أنه غلط، هذا الشيء حدا مناخ خبراني. إياد شهاب من أهم المونتيرية عندنا، هذا الشيء بيشهد له كل الفنانين السوريين. عامل شغلة حلوة إنه هو عاطي دفى للألوان. فقلت له حبيت، يعني حبيت هاي قصة التغيير باللون. بتروح الأيام تيجي الأيام، ما عملت لقاء مع أحد الصحفيات على أحد المواقع المهمة على الإنترنت، فبتسألني بتقلي كأنه المكياج كان قوي كتير، الناس كلها عم إنه أخذ مأخذ إنه المكياج تقيل. قلت لها أنا ما شفت هذا الشيء، بس يمكن لأنه في دفى بالألوان وفي قوة بالألوان عم بيبين الميك اب تقيل. عم تمزح؟ حياة الله، في ملائكة على كتافي ونحن بشغل. ما طلعت الدفعة الطيبة على حالك؟ خليني كفلة، كل شيء بوقته حلو. أجت لحاله، أجت لحاله. بس شو كلاس رشا شربتشي، هو مو دفاع عن جد، شو كلاس هالمره. والله انا 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 ما عم برر، انا عم وضح، لانه انا ماني بموقع متهمه، لانه انا بعرف شو قلت. فقلت له لانه في دفى بالالوان الناس ما عم تعرف شو كتبت هيك الناس. لا انا بقول لك شو انكتب. هلا حرام الصحفيه كثير حدا لطيف، بس هي بسياق الحديث ما بعرف شو عامله شغله، فطالع انه هن لعبوا بالالوان اصلا مشان يبين. طب كيف بتكون لطيفة إذا غيرت معنى؟ بحياتي اللي خلقت، بحياتي اللي خلقك إذا غيرت كل المفهوم أو المضمون اللي قلتي. أنت قلتي غيروا بالمناخ،
عطوا دفع للالوان عطوا حراره كيف بيصير في بعض العالم فكروا انه نحن كثير متقلين بالميك اب. انا عم اقول المونتير قلت له المونتير عاطي دفع للالوان ففي بعض العالم فكروا انه الميك اب فاقع وتقيل. بعدين هلا بكل مسلسل البنات العيله ما ضل غير قصه الميك اب. طب ما في اشياء ثانيه كانت حلوه موجوده فيه. طيب خلينا نقول لك انه ست رشا شربت شيء بحوار معها اصرت انه هيدي وجهه نظرك بس هيدا ابدا ما بيلغي العلاقه الطيبه معي. ليش ما سألتني انا ليش بحب المكاشفه؟ لانه انت لأن انا لما بقول هذا الشيء هي صدقت اللي انقرا اللي قرته. يا ست نضال هي صدقت اللي قرته. انا بيوم من الايام مثلا مش انت عم تقولي موقع محترم لحسن انت عم تقولي موقع محترم وانت ما طلعتي كذبتي ابدا او وضحتي. طب هي صدقت شو جاوبتنا؟ قال بس كل هيدا ما بيعني الا انه شايف بالضبط نشاط. انا بحترمه وبتضل صديقتنا وحدا محترم من سرين طافش. بتطلعي بعد ما تشتغلي معه اكيد شو فيها تشتغل اكيد رح اشتغل معه. وليش في خلاف بينكم كثير كبير؟ صار الخلاف؟ لا هو مو كثير كبير هو اختلاف وجهات النظر. ايه شو صار الخلاف؟ اختلاف وجهات النظر مشكل كبير على قرب قرب احلى ما اضربك هلا انا مكره جون. لا هو مش لا هو بس لوضح للناس حكى عن خلاف كبير انسات وصل بيناتكم لنزاع تضارب. اعوذ بالله يا هذا اللي كتب حلوه حلوه كيف هذا اللي كتب هذا اللي كتب اعوذ بالله وصار في شد شد شعر وضرب لا انت اكيد عم تحكي عن مسلسل كيد النساء ما عم تحكي عن مسلسل لا ما عليه هيك انكتب للاسف. شفتي شو مسم معي بالصف؟ لا شو تعليق؟ طب شو صار بيني وبينك؟ تابع لعيونك لعيونك تابع عليك. ليك هلا عتباني؟ لا مو مو قصة عتباني انا والله عم بسمعك يعني عم بسمعك كنت عم بضحك يعني في شيء غريب عجيب من اللي عم تقوله انه ما حابة احكي بهذا الموضوع بالخلافات لانه ما بشي بقلبي واللي فات مات ونحن اولاد اليوم. بس جاوبتك قلت لك هي خلاف على وجهات النظر مو لانه انا جوليا روبرتس ولا لانه انا ميريل ستريب. انا بكل تواضع ممثلة تعبانة على حالي وشاغلة مع كل مخرجين الدراما السورية اهم مخرجين ولا بحياته صار اي خلاف مع اي مخرج على اي شيء فني. بس رشا على اي شيء فني بس رشا ابدا قبل رشا ما صار خلاف نهائيا. ليه ليه نسوان تسالي الكل ليه نسوان على ام بعض من عالم العلاقه؟ هي مو قصه نسوان هي صدقيني خلاف على وجهات نظر على على شيء فني يعني على على شيء مرق. ليك حتى لو لو كنت ممثله متخرجه امبارح انا بحق لي كانسان ابدي وجهه نظري ومن حق اللي قدامي ومن حق اللي قدامي طالما انا انت مخرج بس انت مالك نبي. ما بتدخل بالمخرج كمهنيه كاليه كادر اداء تكنيك اداره ممثل شغلتي. ما بتدخلي وين دخلتي؟ انا ممثله من واجبي بس مثل. وين دخلتي؟ صار بس خلاف بوجهات النظر نقاش ما كان له علاقه بوقت التصوير وبس نقاش اختلفنا بوجهات النظر فهي زعلت وانا زعلت اخذت موقف اتخذت موقف. ليه عم تضحك؟ كفيت التصوير بهالبساطة. لا انا كنت رح انسحب بالاول كنت رح انسحب كنت رح انسحب وبعدين بس طبعا باي ذا واي واحقاقا للحق لأقول اللي إلي واللي علي وحتى بالفعل تتأكدي انه انا حدا اطيب مما تتخيلي وما بحمل بقلبي. ما بنسى كيف هي دللتني باول المسلسل وكيف حتى المنتج اياد نجار دللوني دلال عجبة. فهمتي انت انا اول وحده بقدموا لها النص ورشا لما قدمت لي النص قالت لي نقي الدور يلي بدك اياه. طب ما قالك حق تزعلي ورشا بتشهد وحتى اياد نجار قال لي نقي الدور يلي بدك اياه انت اول ممثله حكيت معها. كل هالتكريم تقومي تختلفي وبدك تنسحبي معهم؟ ما هو ما انا اللي بلشت بالزعل. ما قلت لك من بدايه قلت لك هي زعلت انت انا زعلت ليش زعلت واخذت موقف واخذت موقف كثير قصات. شو عرفك انت مثلت مع سيزان؟ لا نجوم سوريا بخبرونا كثير بيقولوا هي صعبه قصات مثل نجد أنزور مثل يعني في عندهم طباع معينة ممكن بينفعلوا زيادة ممكن بيكون ملاحظتهم قاسية عم يمثل في ممثلين ما بيقبلوها. لا ممكن لا مش كلهم. ها مو كلهم قلتي؟ لا مو كلهم بردة فعل مو كلهم. مع ذلك أنا عملت اللي بدي إياه
كان في اختلاف وجهات نظر وانا عملت اللي بدي اياه. لانه كنت بروفيشنال. يا عين عليكي تماما. انا قبلت اشتغل مع هاي المخرجه بدي اتحمل مسؤوليه خياراتي. قلتي هاي المخرجه هو تعبير سوري لانه بلبنان هيدا التعبير سيء. لا 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 انا قبلت اشتغل مع هيدا الانسان مش تعبير جميل. اذا بقول هذه الامراه هذا الرجل اوكي يعني انا عم بستفهم بس بالله. اوكي بالله. لا 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 انا بعتذر. اوكي ولا بحكي هيك عن حدا حبيب قلبي. اوكي مين حبيب قلبك؟ رشا. انت عم بحكي معك. اوكي ورشا. رشا هلا ما بتكذب واقعد بيض طناجر اقول لك حبيبه قلبي ورفيقتي الانتيم لانه نحن مالنا هيك اكيد. بس انا ليه حكت عنك؟ انا اكيد بحبها والله العظيم بحبها. عم تشتغلي معها؟ إذا كان الدور حلو والدور مناسب وهيك قعدنا بحسيت هي يعني صفيت. أي قلبها صافي تجاهي جد تحمل مسؤولية قرارك أكيد. وما فيه حدا بالدنيا بيقدر ينكر إنه رشا شوربتجي اسم واسم جدا مهم بالدراما السورية. يعني العدو الحبيب وبيكون أهبل اللي بيقول عكس هيك. طالما انت ما عم تعملي شيء هلا وبانتظار انه والله بتعرفوا عن جد مبسوطه من قلبي بس حبيت هيك بقى حبيت تعرفي. خلي عينك على الجرس.